وبعدين واحد بيقول في ضوء هذه التعاليم اللاهوتية السليمة التي نتعلمها من قدستكم، ما مفهوم عبارة يوحنا الرسول إننا سنكون مثله، لأننا سنراه كما هو؟ هو بيتكلم على القيامة، يعني يقصد عشان شوفوا إيه، ما تاخدوش عبارة بمعناها المطلق إنما بالمعنى المقصود. يقصد يوحنا الرسول بيقول في القيامة نصير مثله، يعني بجسد ممجد، مش نصير مثله آلهة. لا، هو أنت لما تقول فلان ده زي الأسد، يعني في صفة الشجاعة، لكن تقصد أنه وحش؟ طبعا لا. فدايما ناخد ما يسمونه في اللغة العربية وجه الشبه، في شبه معين، يعني يقول كونوا حكماء كالحيات، كونوا مثل الحيات في نقطة واحدة، وهي ايه؟ الحكم. لكن هل معناها في المكر والدهاء والكذب والحاجات دي والشيطنة؟ الحياة كانت مظهر للشيطان. فنصير مثله، يعني نصير مثله في القيامة في الجسد الممجد، كما قال إنه يغير شكل جسد تواضعنا ليصير على شبه جسد مجد. نصير مثله في النقطة دي. ما وما مفهوم عبارة إننا نتغير إلى تلك الصورة عينك، يعني إلى صورة القيامة، صورة القيامة يعني الجسد الروحاني الجسد الممجد، لكن ليس معناها اللاهوت، في نقطة شبه محددة ما نزودش عليها.